بصوا يا جماعه، بعض الصور بدات تظهر من الجانب الاسرائيلي في محور فيلادلفيا، وتعالوا نشوف الصوره اللي التقطتها الاقمار الصناعيه لبعض التعديلات في الحقيقه اللي بتعملها اسرائيل في الجانب الغير مصري من المحور ده، زائد طبعا مجموعه من الفيديوهات في الحقيقه. ده بعض زي ما حضراتكم شايفين كده، دي مجموعه من الفيديوهات على الوضع من ناحيه، يعني ده تصوير اسرائيلي من الاخر. الصوره اللي موجوده من القمر الصناعي حللتها شبكه بي بي سي، وبتقول انه في حاله بيفنج، يعني في رصف، بتعمل رصف لطريق 14 كيلو. اسرائيل بتنشئ طريق لمسافة 14 كيلو بطول الخط الحدودي، وانهم بيعملوا رصف كامل لهذا الطريق. الصور البي بي سي الملتقطة عبر الأقمار الصناعية أيدتها برضو صور فيديوهات في الحقيقة نشرها مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، وزي ما حضراتكم شايفين كده الصور متتبعة بتاعت القمر الصناعي، متتبعة التاريخ 1 سبتمبر، بتشير إلى وجود السيارات المتخصصة في عملية الرصف. 26 أغسطس عملية اللي هو يعني إيه توضيب الأرض قبل عملية الرصف، وبعدين 3 سبتمبر في تغير كبير واضح على الأرض، وفي النهاية عملية الرصف النهائية في 5 سبتمبر. يعني يا جماعة الكلام ده من يومين بالظبط. إذن هناك طريق ممهد عملته إسرائيل على طول محور فيلادلفيا من الجانب الغير مصري، ولكن يؤكد أنه في حركة عسكرية سريعة ممكن تمشي على هذا المحور، وبيؤكد انه محدش بيعمل كده، يعني برضو عشان برضو تبقى الامور واضحة لحضراتكم، بيتعمل الطريق ممهد مش عشان الدبابات، ده بيتعمل علشان، لان الدبابات مش من كويس ليها يعني انها تمشي على الاسفلت، بالعكس، لكن بيتعمل الطريق الممهد ده غالبا للتجهيز لحركة ممكن تكون حركة دوريات مستمرة، ممكن تكون حركة مشاة، لكن في حركة دائمة ومستمرة هتكون في هذا المحور من الجانب الغير مصري، ودي بطريقة لا أعتقد أنه تم التنسيق فيها مع مصر بأي حال من الأحوال، ولا أعتقد أنه الجانب المصري أو حتى المتحدث رفيع المستوى أو تخين المستوى اتكلم في هذا الموضوع او علق عليه ايجابا او سلبا. طيب خلينا نبدا الحكايه مع بعض ونسال سؤال مهم جدا وحاطينه امام حضراتكم على الشاشه. محور فيلادلفيا يا جماعه هو ورقه تفاوضيه ولا هو مصلحه استراتيجيه اسرائيليه؟ اقعد كده وشوف السؤال اللي قدام حضرتك على الشاشه ده، واكيد اكيد مش هنخلص الفقره دي الا وانت عندك ملامح كتيره جدا للاجابه على هذا السؤال المهم. بعد هذا السؤال بنقول لحضرتك وبنضيف ان الدبابات على الاسوار، ونسال سؤال اخر غايه في الاهميه، ما هي دلالات زياره رئيس اركان الجيش لمعبر رفح؟ ثم بعد ذلك تابعتم وشاهدتم معنا هذه الصور عبر الأقمار الصناعية وصور فضائية اللي بتشوفوها على الشاشة دي، وده ما تفعله إسرائيل في محور فيلادلفيا، وقلنا إن هم بيحاولوا يقوموا بأعمال رصف لطريق بيمتد لمسافة 6 كيلو متر، 6 كيلو متر ونص تقريبا، هيبقى انطلاقا من الساحل على طول السياج الحدودي. وفي 4 سبتمبر كان في فيديو بيتكلم عن اعمال انشاءات، في الوقت ده قلنا وسالنا الانشاءات دي لايه وليه بتتم في المكان ده؟ قال لك يا جماعه دي انشاءات بيتم بنائها او اجراءها على طول امتداد السياج الحدودي. اهو لو حضراتكم تفتكروا معانا الفيديوهات والصور اللي بنعرضها على حضراتكم. طيب الاحتلال نفسه بيرصف طريق قرب الحدود المصرية، ده اللي قاله عربي بوست.
وبيمتد من جنوب محور فيلادلفيا لمسافة 4 كيلو و700 متر زي ما قالت البي بي سي تقريبا، قالت مسافة 6 كيلو ونص، عربي بوست قالت 4 كيلو و700 متر. طيب الجيش الإسرائيلي إذا أقدم، جيش الإسرائيلي المحتل إذا أقدم على رصف طريق جديد بالأسفلت على طول محور فيلادلفيا، فده يا جماعة أمر لابد له من إجابة. أنتوا بتعملوا ليه كده؟ والطريق ده بيمهد لإيه؟ والطريق ده أصلا بيتعمل لإيه؟ وهيتم استخدامه كمان في إيه؟ تعالوا نشوف الإعلام العبري عندهم مثلا بيقول إيه. نشرت قناة N12 الإسرائيلية في 25 أغسطس اللي فات نشرت صور بتظهر رصف الطريق الجديد بالقرب من الحدود المصرية زي ما أنتم متابعين معنا على الشاشة كده، وكتبت الجيش الإسرائيلي يبدأ برصف محور فيلادلفيا. كمان في صحفي فلسطيني نشر عبر حسابه على تويتر سابقا إكس حاليا، وقال إيه؟ قال أن هناك وجود عسكري في محور فيلادلفيا، ويقال أنه من تاريخ 31 أغسطس أن هناك شاحنات نقل وجرافات إسرائيلية، والخطوة دي بتأتي في شكل وجود القوات الإسرائيلية داخل المحور وحول المحور. ودي يا جماعة نقطة خلاف كبيرة جدا في مفاوضات وقف إطلاق النار بين حركة حماس وبين العدو الصهيوني المحتل. الفيديو اللي انتوا بتشوفوه جنبي على الشاشة ده كان فيه مشاكل كتير جدا جدا أراد أن يصدرها نتنياهو للعالم وكل فيما يخصه. قال الكامن في الضفة الغربية ويدعي أنه يتحدث باسم السلطة الفلسطينية وأنه رئيس، أصلا لم يذكره ولم يشعر به في هذه الكلمات وفي هذا المؤتمر الصحفي، وكأنه لا يوجد وكأنه ولا شيء وكأنه ولا حاجة. يعني أنت بتقبل الأيادي وعايز تفضل موجود وقاعد وانت اصلا مش في دماغهم في وقت الجد، هم لا فاكرينك ولا شايفينك. انت اللي نزلت القوات تحاصر من تظاهروا بعد طوفان الاقصى لدعم المقاومة، وبرضو الكلام ده كله ما بياكلش معاهم. اذا كنت انت بتخون اهل بلدك فهتبقى مؤتمن بالنسبة لهم. انت كمحمود عباس اللي حاصرت احد القادة من قيادات المقاومة في المستشفى وهو يتلقى العلاج، رحمة الله عليه أبو شجاع لما أصيب في المخيم وذهب إلى المستشفى، راحت قوات الأمن الفلسطينية تحصر المستشفى والشباب راحوا طلعوه. فبالتالي رسائل كثيرة جدا. حلايب أبو شلاتين كانت من ضمن هذه الرسائل أيضا في هذا المؤتمر الصحفي، أمور كثيرة جدا وعلامات استفهام كثيرة جدا في مؤتمر نتنياهو ورسائله الواضحة والمباشرة للعالم كل فيما يخص. بصوا يا جماعة، بنيامين نتنياهو اتكلم في المؤتمر الصحفي كلام محدد جدا، لازم حضراتكم تشوفوا هذا الكلام، لازم تفهموا العقلية ايه، لازم تفهموا التفكير رايح ازاي، لازم تفهموا كمان انه يبدو ان بنيامين نتنياهو رغم كل الصعوبات الداخلية في اسرائيل قادر على طرح وجهات نظر للمستقبل. تعالوا نشوف مع بعض هذا الفيديو ونرجع على طول. إذن لدينا 5 أهداف. أول هدف هو تدمير حماس وتدمير قدراتها العسكرية، ثانيا تحرير رهائننا، وثالثا ضمان ألا تصبح غزة مهددة لإسرائيل مجددا. هذه الأهداف الثلاثة لا يمكن تحقيقها دون سيطرة إسرائيل على محور فيلادلفيا. نريد تدمير القدرات العسكرية لحماس، ولذلك لا يمكن السماح بإعادة تسليحها، ولذلك يجب أن نسيطر على المحور. إذا لا نريد منعهم فقط من مهاجمتنا، وإنما نريد منع حماس أو أي جماعة إرهابية أخرى من ترويع سكان غزة. غزة لا يمكن أن يكون لها مستقبل إذا ظلت